عارف ما كنا نسافر بالبطاقة وتردد رايحين وراجعين نصل الدود ومداهي للرفاقة كل خمس ليال نطلع ليلتين ليش مال من الحزا عشرين ناقة عندي أغلى من حمر قلبي وعيني يالله دخيلك بعد قطع العلاقة لي شهر كمي من العالم سجيني صرت مبغى شي كون الانطلاقة ودي أجيها مهيب اللي تجيني واشتنينا من تصرف الحماقة والعلوم الخايبة من ذا السنين نترك القتل ونرجع للدقاقة وانت يا سر والعرب تمشي يميني جارنا الوافي نبي طرحه رواقة وذرانا قبل خملتنا تبيني جعلها محك جلت ومحك صداقة الغدر ما هو طبع المؤمنين صبر عشرين سنة مر مذاقة والعرب ما هم بدايم صابرين والطفاقة نكمة الأهل الطفاقة ما بعد هلا لعنة الوالدين أخذ سلمة لا يا من طراقه راعي النخوة وإمام المسلمين من خدع سلمة لا يا من طراقه راعي النخوة وإمام المسلمين كم عدو بالحزن ضيق خناقه صفقته تسحي قلوب الغافلين عند ما كنا نسافر بالبطاقة وتردد رايحين نصل الدود ومداهي للرفاقة كل خمس ليال اطلع ليلتين ليش مال من الحزا عشرين ناقة عندي اغلى من حمر قلبي وعيني يالله دخيلك بعد قطع العلاقة لي شهر كمي من العالم سجيني صرت مبغى شي كون الانطلاقة ودي اجيها مهيب اللي تجيني واشتنينا من تصرف الحماقة والعلوم الخايبة من ذا السنين نترك القتلة ونرجع للدقاقة وانت يا سر والعرب تمشي يميني جارنا الوافي نبي طرحه رواقة وذرانا قبل خملتنا تبيني